كنت أسألك في الذكرى الخامسة لمذبحة رابعة العدوية وهي تحل علينا بعد أيام، ما هي أبرز رسائل المجلس اليوم؟ أبرز رسائل المجلس اليوم هو أن رابعة العدوية هذا الجرح النازف ما زال ينزف في قلب كل مصري حر، في شعب مصر. رابعة العدوية كانت وما زالت هي اليوم الذي قتلت فيه الحرية في مصر. لم يقتل فقط المتظاهرون ولم يقتل فيه فقط أنصار الرئيس مرسي، ولكن قتلت الحرية، قتلت كلمة لا في مصر. بعد ما استشهد في رابعة انتهت المعارضة، انتهت الحرية، ودخلت مصر في طريق دموي وفي منحدر لا نستطيع إيقافه حتى الآن. كان عندنا متحدثين، كان في تم التحدث عن الجرائم التي تحدث من قبل إيميليا سميث، صحفية كانت تغطي سيناء وتكلمت عن الأحداث والتصفيات الجسدية بسيناء. تكلمت الدكتورة مها عزام عن التواطؤ الدولي ضد رابعة العدوية وضد ضحايا رابعة العدوية. تحدثت عن كيف أن المجتمع الدولي وقف صامتا متفرجا على قتل الحرية وقتل الديمقراطية، وقدمت مطالبة للأمم المتحدة بفتح تحقيق نزيه ودولي في مذبحة رابعة العدوية بشكل يجعل يقيم العدالة لضحايا رابعة العدوية ضد كل من أجرم في حق هؤلاء الضحايا. تحدث الدكتور أنس التكليتي ورئيس مؤسسة قرطبة عن أن رابعة ملهمة للشعوب العربية، ورابعة هي النقطة الفاصلة في الربيع العربي التي بعدها أصبح الربيع العربي خفيف، وأنها حتى الآن ما زال عندنا أمل ولابد أن تظل رابعة ملهمة. نعم. تكلم ذكرت الآن دكتورة سهى فكرة التواطؤ الدولي مع جرائم عبد الفتاح السيسي والسكوت على جريمة رابعة بالتحديد، ولكن البعض يقول بأن هناك تنديدات دولية حقوقية خرجت بالفعل، وهناك محاولات من قبل المعارضين في الخارج لفتح السيسي ونظامه بجميع المحافل، إلا أنه ما زال مستمرا في انتهاكاته. لماذا برأيك؟ التواطؤ الدولي ليس فقط في موضوع مذبحة رابعة، التواطؤ الدولي هو تواطؤ على الشعوب العربية التي لا يراد لها أن تنال حريتها. دور عبد الفتاح السيسي، وهذا ذكر اليوم أيضا في المؤتمر، دوره هو التمديد لصفقة القرن وضياع فلسطين للأبد وضلاع ما تبقى من أرض فلسطين. ولذلك الدعم الدولي اللي بيحصل عليه عبد الفتاح السيسي جزء منه خاص بمصر وجزء منه خاص بترتيبات إقليمية يتم التحذير منها الآن. نحن الآن في المنظمات الحقوقية لم تقصر في توثيق مذبحة رابعة، ولكن نحن حتى عدد الضحايا اللي تم حشرهم أقل مما نعتقد، ونحن لأنه في ناس كتيرة تم دفنها والتوثيق في وقت الهلع بتاع المجزرة وكده لم يكن يعني مناسبا، ولكن لابد أن يزور التاريخ هؤلاء الضحايا. وثقت هيومن رايتس واتش 1200 تقريبا ضحية تم قتلهم في 12 ساعة، يعني بمعدل ضحية كل 30 ثانية، يعني احنا عندنا الوثائق. ولكن التواطؤ الدولي قائم على التجارة، قائم على صفقات السلاح وصفقات التي يقيمها عبد الفتاح السيسي، وقائم على التمهيد لصفقة القرن، ولذلك يغض الغرب بصره عن ما يحدث وعما حدث في مصر يوم مذبحة رابعة وعما يحدث حتى الآن. ما هو دور المجلس برأيك غير التوثيق بالنسبة لمذبحة رابعة وغيرها من الانتهاكات الحقوقية في مصر؟ المجلس الثوري الحقيقة بيقوم بالتواصل مع جميع الجهات الدولية، يقوم بإحياء ذكرى الشهداء. النهاردة على هامش المؤتمر كان في معرض لصور الشهداء، هذا المعرض الذي قدمه الفنان مختار عبد الله، تم إحضار اللوحات من إيطاليا وتم شحنها وعرضناها هنا وتم عرضها على الأجانب والمصريين والعرب الموجودين هنا. هؤلاء الضحايا سيتم إن شاء الله تخليد ذكراهم عن طريق هذه اللوحات، ونأمل أن يكون المجلس الثوري المصري راعي لمتحف لرابعة العدوية وضحاياها. المجلس يقوم بدوره بالتفكير، يقوم بدوره بتأكيد على حقوق الضحايا وحقوق القصاص، ويقف أمام أي محاولات للالتفاف على محاسبة المجرمين أو إعطائهم حصانة في صورة مبادرات أو مصالحات. المجلس الثوري يحافظ على الحقوق في الداخل وفي الخارج. المجلس الثوري يراسل كل الهيئات الدولية والمجتمعات والحكومات للضغط عليها، ولكن حتى
ما زال الموجه ما زالت عاليه، ولكننا نقاوم سنظل ان شاء الله حتى ترجع الحقوق لاصحابها باذن الله. اشكرك جزيل الشكر الدكتوره سهى الشيخ، عضو المجلس الثوري المصري، كنت معنا عبر سكايب.